الرشوة اللي هربوا في التوانسة ولا الرشوة ما يقبلكش من تحت الخمسين، يعذبوا فينا في عذاب شديد. أنا وقت سخانة أنا كمشارك بنت أختي مش لإسبانيا، في تونس حلق الواد كتصرف 42 عام في الغربة. 42 في العام الغربة، تواني جيت فاكونس في اللنتريت وجيت شهرين ونصف نعدهم في تونس. أما يقلقونا في الديوانة ياسر، يقلقونا في الديوانة تونس ولي هربوا في التوانسة والله والله العظيم يعرفوا. انا شو عندي كابي، انا ساقي مخصوص، ندخل للديوان يقول له خلوا انا عندي كابي بس عادي، خلي احنا ما نصرفوش بالانزا عندي كابي في تونس ورحمة بابا. هذا صاير في الديوان، صاير في الديوان والرشوه. خلينا عاد الرشوه ما يقبلكش من تحت الخمسين والله. الديوانيه يلزم السي قيس سعيد يلزم يتنقل صدفه للديوانه برد حلق الوادي. الديوانة في المطار مش كيما تاع الرسوة، يهبط لك حوايجك كل، ما يهموش فيك مريض باش تموت، ما يهموش فيك غير تنحي لك الفرنك. معناها شنو صاير تو في التوانسة اللي داخلين لتونس راجعين لتونس باش يعديوا الفاكونس في برد حلق الوادي؟ ديجا يبداو من المرسى بدينا نقدفوا من الديوانة يعذبوا فينا في عذاب شديد. أنا وقت سخانة النار شعلة، وقتها نارتها النار شعلة 48 سخانة، روحت للدار دكتور عند بابا عذبونا عذاب شديد. ديجا الكلمة اللي قال لك اللي زندي كيبي ما نستعرفوش بها في تونس يوتنا بزوز نجوم. أنا كمشارك بنت أختي مش لإسبانيا، شي ما جايبني تونس يعذبوك من المرسى بدينا نقدفوا. ديجا من الدخلة لتونس يعذبوك، كيفاش تحب تجيها لتونس بفلوسك ونجيبوا في الفلوس نتاعنا وقراص المواطنين بالخارج الديوانيه والبوليسيه كلهم ياخذوا في شهرين كلهم ما تم حتى واحد ما تعرضش كيفاش يقولوها بالعربي ديبريسيون على الفلوس على الرشوه. الرشوه راهي عامره في حلق الواد من الصغير للكبير. وشنو يبعث لك؟ يبعث لك الحمال باش كان جات ضربه تجي في الحمال ما تجيش في الديواني. هو يبعثوا لك باش يشغل البخشيش ويقسموا بعضهم. وتحت الخمسين ما ثماش 50 يورو. ها لا ناش من دينار يقبل لك دي زرو ما يقبل لكش اللي تجي 35 ألف. أوبليجي عليك باش تدفع رشوة باش تعدي دبشك؟ يقلقك هبط الدبش. انت في الديوانة في فرنسا غادي تتعدى كأنك في الزيت فوق الماء، حد ما خلى بوليس لا ديوانة. أما في تونس في حلق الواد كتصرف والله العظيم كتصرف. دفعت فلوس باش تعديت انت ودبشك؟ انا ما ندفعش، هذاك علاش يقلقوني انا؟ ما ندفعش، ما يطلبوك جار. يقول لك مد لي الباسبور ويعمل لك هكا في وسطه. ماله؟ قلقين برشا، نحبها توصل هذه والله العظيم. نحبها توصل. قلقين زاد قلق كبير، مش ديجا متعذبين. انا ديجا ما نوصل لمارسيل ما نعمل 1000 كيلومتر باش نوصل لبورت ناخذ البابور. وتعدى في الوسط البابور 900 كيلومتر تعدوا في البحر، وصلنا لتونس تعذبنا. وصلنا وقتها ماضي ال 11 خرجت من غادي الأربعة. ما نعرفش كيفاش نصورها لك انا. تعطيلات انكرويبل. احنا جايين لبلادنا، برشا تونس هربوا يمشوا لاسبانيا المغرب الجزائر، هربوا من بلادهم على خاطر الشيء هذا. الرشوة عارمة في الديوانة، الرشوة عارمة، البوليس يطلب، الديوانية يطلب، اللي بالقراد يطلب، كل واحد يطلب، كلهم على بعضهم، شيء ما لا عندي لا رمورك لا بورت باجاج، حوايجي في الكوفر معبي، كادوات للدار، سي نورمال. الرسالة نتاعك للسلطة؟ الرسالة نتاعي يشوفوني يتلهوا بينا شوية في الديوانة مع الديوانية، عذبين عذاب شديد. والله العظيم ما نعرفش كيفاش نصورها لك. يلزمك تعيشها بس تصورها، يلزمك تعيشها خاطر احنا مسكرين غادي وهما يحكموا الكل. الديوانيه شد غادي ماهوش قانوني، يعرفوا قانون هما. الديوانه تعرف قانون. ديجا اللي قال لي انا الساقي ما قلت له ساقي مخصوص سايسني خلي ما نستعرفش بهم لي زونديكابي في تونس. هذا كلام هذا